بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معدنا مع فيديو جديد، بس في الاول هسالك سؤال. مين فينا محسش اليومين دول بقرصه الناموسه؟ ناموسه؟ ايوه، الناموس من الحشرات اللي بتمتص اناسها دم الانسان. ليه؟ عشان ايه؟ عشان انثى الناموس هي اللي وحدها بتتغذى على الدم، عشان هو ضروري لنضج البيوض، ومن اكتر الحشرات المصه للدماء انتشارا. ده بتنقل كتير من الامراض زي الملاريا، زي الفلاريا اللي هو داء الفيل، وكمان مرض الحمى الصفراء. الناموسة بتنشط في الربيع والخريف، عشان كده مش بنعرف ننام خالص من صوت الطنين اللي بيصدر بجانب الأذن. خد بالك من المعلومة دي، الناموس بيجيلك يقرصك ليه؟ يا إما أنت عرقان، يا إما فصيلة الدم بتاعتك مناسبة ليه، يا إما جيناتك بتجذب الناموس، يا إما رائحة القدمين أو شرب الكحول. عارف، ذكر الناموس بيتغذى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار، وبيتميز فم الأنثى إنه مزود بأجزاء دقيقة بتساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم، يعني عندها اللسان الثاقب الماص. عارفين الناموسة الصغنونة دي من أكتر الحشرات اللي بتسبب مقتل ملايين البشر. الناموس بيستخبى في الأماكن الرطبة زي المطابخ والحمامات وقاعات حمامات السباحة. ليه؟ لحماية نفسه من التجمد. بيموت الناموس أو البعوض البالغ عندما يصبح الطقس باردا. أول مرة أسمع فيديو عن الناموس، معلش استحملني شوية. الناموس ده خلق من خلق الله، خلق الله الناموس عشان بتتغذى عليها الضفادع كآلاف المخلوقات اللي بتتغذى على مخلوقات تانية غيرها، اكتمالا لحلقة التوازن البيئي. ومش كده وبس، ده كمان عشان يذل به الطغاة والجبابرة زي ما فعل الله في النمرود، أو يذل بها دول بأكملها زي ما فعل بأمريكا اللي عجزت عن القضاء على البعوضة أو الناموسة الزاعجة بالرغم من تقدمها. عارفين الناموس اللي بيتعبنا لشهور، عارفين عمره قد إيه؟ عمر البعوضة أو الناموسة الواحدة 3 أسابيع، بتحتاج 3 أيام للتكاثر. الناموس ملوش أي فايدة خالص عكس الدبان اللي بيساعد على ازدهار أشجار المانجو. أنثى البعوض أو الناموس بيضع حوالي من 100 ل 300 بيضة في المرة الواحدة. بتضع الأنثى حوالي 3000 بيضة طول حياتها. بتضع أنثى الناموس البيض فوق سطح الماء اللي بيعتبر أساس لفأس البيض. بتعتبر تجمعات مية الأمطار والبرك وحمامات السباحة الغير مستعملة وخزانات المية الغير مغطاة ومياه الرشح الأرضي، كلها أماكن صالحة لوضع البيض. بيفقس البيض خلال يوم أو يومين، وبيخرج من كل بيضة يرقة صغيرة طولها حوالي 2 مليمتر، ليها راس وصدر وعليها كمان شعيرات عشان تساعدها على العم في المية. هتبحث عن غذائها من الطحالب وكائنات حية دقيقة بتتنفس أكسجين الهواء عند سطح الماء. كل ده ومعرفناش بنتقرص ازاي. ازاي بتلسع الناموسة؟ الناموسة ما تقدرش تلسع عشان ما تعرفش تفتح فكيها، عشان كده بتغرس في جلد فريستها اللي هو احنا بقى 6 اجزاء تشبه الابر. فيديو النهاردة كان للإفادة، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا منه معلومة وقلتوا في قلبكم كده سبحان الله. بستنى تعليقاتكم، ودايما وابدا دمتم بخير.